إذن محمد الوافي عضو الامانه الوطنيه للاتحاد المغربي للشغل. اليوم 20 كنخلدوا الذكرى ديال 20 مارس، يعني من 20 مارس 1955 اليوم الرسمي للتاسيس الى 20 مارس 2022، 67 سنه ديال النضال النقابي في اطار ديال الاتحاد المغربي للشغل، المنظمه الوطنيه العماليه النقابيه العتيده التي تفتخر بها الطبقة العاملة المغربية، وهي بيت لجميع المغاربة. 20 مارس 1955 هو أيضا يعني تاريخ واحد السياق اللي كانت فيه ارتباط قوي جدا بين المقاومة وبين جيش التحرير وبين العمال المناضلون من أجل رفع الحماية السياسية ورفع الحماية النقابية وبناء الأهداف الثمانية اللي رسمها البيان ديال 20 مارس لكي يأسس لبناء مجتمع مغربي ديمقراطي حر تسوده العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. يعني 67 سنة كلها نضال من أجل تخليد هذه الذكرى العظيمة ومن أجل بناء هذه الأهداف وتجسيدها على أرض الواقع. اليوم كيمكن نتكلموا على الحصيلة كما جاء في إشارة للسؤال ديالكم. الحصيلة ديال 67 طبعا هي فيها لا يمكن أن نجزمها أو نلخصها في بعض كلمات، ولكن هي يعني علامة لواحد الارتباط جدلي للاتحاد المغربي للشغل بالقضايا العمالية في المغرب، وفيها بعض الإنجازات المهمة جدا، وفيها أيضا بعض النواقص اللي لازلنا كنناضلوا في منظمة الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيقها على أرض الواقع. طبعا اليوم ما يمكنش مثلا ننساو بأنه في هذه الأيام الأخيرة أو قبل كان هناك يعني محنة للحريات النقابية من خلال طرد مجموعة من النقابيين أو تسريح مجموعة من المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل، وهذه وصمة عار يعني جابين المجتمع اللي بغينا نبنيه، ولكن بالنضال ديالنا وبهذا الالتحام وبهذا التضامن الكبير اللي كتشوفوه واللي كتجسسوا جميع الدينامية ديال الاتحاد المغربي للشغل من مختلف المكونات ديالو، جامعات، نقابات، اتحادات محلية وجهوية، مؤتمرات اللي شفتوا الامس او خلال الاسبوع كامل من خلال الجامعات وكذلك المنظمات الموازيه. اليوم مثلا في يوم واحد كاين مؤتمرين ديال الشبيبه العامله المغربيه في الشمال وفي الوسط، وايضا الاسبوع اللي كان قبل، يعني كاين هناك ديناميه. ما مضمون هذه الديناميه هو الاستمرار في النضال من اجل تحقيق هذه الاهداف الثمانيه اللي تكلمنا عليها، بمعنى المغرب مجتمع حي، الاتحاد المغربي للشغل منظمة حية ومرتبطين بالواقع ديالنا ومرتبطين بلادنا، نسعد لما نحقق بعض الإنجازات، وطبعا العكس بالعكس. اليوم مثلا نحن سعداء بتطور الموقف الإسباني من القضية الوطنية، يعني هذا تطور إيجابي جدا نسجله، هو تجسيد يعني للدينامية اللي كيعيشها المغرب الرسمي والمغرب الشعبي والمغرب العمالي، وهذا بالنسبة لنا في الاتحاد المغربي للشغل فخورون بما أنجزناه ومستعدون للاستمرار من أجل إنجاز ما تبقى لنا، وخاصة الحرية النقابية وتطوير التعاقد الاجتماعي في المغرب. اليوم كينعقد أيضا هذا الحفل ديال 20 مارس في الوقت اللي الاتحاد المغربي للشغل منخرط في مسألة ديال الحوار الاجتماعي، وكنتظروا منه يحقق نتائج كثيرة. نحن يعني كما ترون متفائلون ولكن حذرون، تفاؤلنا حذر جدا نظرا لأنه يعني الواقع صعب، ولكن أيضا واقع الطبقة العاملة والعمال ويعني الفئات الشعبية صعب جدا، لأن غلاء المعيشة كيضغط بقوة على الحياة اليومية ديالهم، مشاكل العلاقات المهنية كتضغط، ولكن منظمة
الطبقة العاملة ومنظمة الجماهير الشعبية مستمرة في النضال وبالارتباط اليومي بهذه المعاناة وبهذه الآهات اللي كيعبر عليها العمال والطبقة العاملة.